لازمني كي نجح. نقارعوا في الفيكل الدوزيام صاحبه الزوج يدخل ونفذوا العملية. العملية التي تمت بعد التحري في معلومات دقيقة متحصل عليها من قبل أفراد الفرقة تفيد بوجود أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات تم إدخالها من الحدود الغربية لتوزيعها وبيعها عبر ولايات الوطن. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث والتحريات مكنت العملية من توقيف أحد أفراد الشبكة على متن سيارة سياحية، وبعد إخضاعها للمراقبة الأمنية والإدارية عثر بداخلها على قنطار و52 كيلوغرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى مبلغ مالي كعائدات إجرامية. ومواصلة للتحريات عن الفرقابية تمكنت الفرقة من توقيف ثلاث أفراد من أفراد الشبكة بالإضافة إلى حجز وضبط مركبتين نفعيتين تستخدم من قبل أفراد الشبكة في النقل وتوزيع المخدرات عبر ولايات الوطن.